السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم علاء، وده فيديو جديد هنتكلم فيه عن انك انت ازاي تصور فيديو ويدنج او فيديوهات الافراح عامه، بتتصور ازاي وايه اللي تعمله يعني في وقت التصوير وكده، وتاخد كاداتك ازاي. اعمل لايك للفيديو واشتراك القناه ومش عامل عشان الفيديوهات دي توصل لعدد اكبر من الناس، عشان ده الصراحه بيساعد. بالنسبه بقى لفيديوهات الويدنج او كده، انا الصراحه شايف الموضوع مش صعب قوي او مش اللي هو حاجه بالصعوبه، اللي هو مثلا زي ما تكون نازل صور ميوزك فيديو او حاجه، لان ده مجرد فرح. اهم حاجه بس في انك انت نزل صور فيديو افراح، تشيك كويس على البطاريه بتاعتك، على الميموري كارد بتاعتك، عشان يعني لو حصل اي مشكله انت وقتها مش هيكون ليك اي حل ولا هتعرف تتصرف نهائي، غير انك انت تبقى اسمك بوظت الناس شغلهم واتزنقت وخلاص. هنتكلم بقى في ازاي انت تصور عامه. اول حاجه، انت بيكون معاك في اللوكيشن او كده بيكون معاك فوتوغرافر، اوكي؟ دي نقطه. انت الفوتوغرافر اللي معاك ده هو اصلا يعني هو عنده الفيجن الكامله للبوزس واوضاع التصوير والحاجات اللي هو هياخدها، فانت اوريدي بتصور من وراه، بس بتصور اللحظات اللي هو بياخدها كصور، انت بتاخدها كفيديو. بس انت بيكون الدايركشن بتاعك كفيديو جرافر بيصور ويدنج انك انت بتحركهم. هو الفوتوغرافر بتبقى الصور ستيلز، حاجات ثابته، والاشخاص بيبقوا برضو ثابتين. فانت فايدتك هنا انك انت تملى دماغك بحركات للكاميرا، بالشوتات شفتها قبل كده، اللي هو الموفمنت، تبدا الاول ترسم المكان على خيالك، الاضاءه اللي جايلك من هنا تشوفها جايه منين على حسب الحركه اللي انت هتقول لهم يمشوا بيها. هي الفكره في كده، انك انت هتمشي ورا اللي الفوتوغرافر بيقوله مع تحريك للشخصيات. يعني بدل انت ما ينفعش الشوت يبقى ثابت، انت ذات نفسك اول حاجه في الخطوات في ترتيب الفيديو الويدنج. بصوا اليوم بيبدا ازاي، هو بيبقى اسمه اليوم عامه، هتبدا اليوم بايه، هل الموضوع بيمشي كده. في ناس مثلا بتعوز تصور ان هو تصور في القاعه بس، وفي ناس تانية بتحب ان هي تجيب اليوم من اوله كتصوير. بيجيوا بقى اول حاجه الاوت فيتس اللي العريس والعروسه لابسينها، الفستان والاكسسوارز وكل ده، ده بيبقى اول حاجه انت بتبدا تصورها، لان انت بتكون لسه الحاجات دي لوحدها. تاني حاجه بتنقل ليها وهي مرحله الميك اب، بتبدا بعدها تخش انك انت تصور العروسه وهي بتعمل الميك اب والكلام ده كله، وتاخد كذا كادر ليها. في حاجه تانية بقى انت ممكن تاخدها، بس هعمل فاصل بين على ما اكمل باقي الاجزاء والجزء ده، والحاجه دي وهي زي انسرتات كده او شوتات انت بتاخدها في النص تلم بيها الموضوع، تعمل بيها فواصل بين نقله او بين النهار وبالليل. الشوتات دي اللي هي بتكون مثلا بتصور اللحظات اللي هي مثلا اهل العروسه قاعدين معاها، بيحصل حاجه بيضحكوا فيها، حد من اهلها بيحضنها كده، المواقف دي، اللحظات دي بتفرق مع الناس ان هم بيتفرجوا على نفسهم في الحاجات زي دي، فبتفرق معاهم، بتدي انطباع كده لاي حد غريب برضو بيتفرج على الفيديو. فما تنساش برضو نقطه زي دي. حاجه تانية برضو من ضمن الفوتج اللي انت المفروض تاخدها وانت نازل صور فيديو ويدنج، انك تصور لاندسكيب، اللي هو ازاي، مش هقولك تجيب شوتات من بره ولا شوتات درون والكلام ده، لو لان الموضوع انا شايفه مش محتاج الصراحه انك تأوفر فيه للدرجه دي. انت ممكن مثلا اللوكيشن اللي هو في المعمول فيه الفرح كله والموضوع كله، كفايه انك تاخد له كادر وايد، مثلا تاخد غروب للشمس، تصور لو في ورد في المكان او حاجه، وتدمج ده يعني انت الاماكن اللي موجوده هنا تصور فيها العروسه برضو، وتصور اللوكيشن لوحده، فاهمني؟ الشيء اللي احنا هنصوره بعد كده وهو هيكون القاعة، بتخش على القاعة، لو مثلا في كاتب كتاب عندك او حاجة اللي هو كاتب كتاب في نفس يوم الفرح، بتبدأ تصور ده، بتاخد اول حاجة من اول لحظات. المفروض انت تبقى مرتب التايم لاين ده كله في بالك ومرتبه على اليوم، وعارف انت هتعمل ايه في ايه في ايه في ايه، ولو معاك حد سكن بيصور معاك يبقى انت واخد من زاوية وهو من زاوية، واوعى انتوا الاتنين تجيبوا بعض وانت ماسك الكاميرا او كده، انك تجيب يعني المصور التاني اللي بيصور او هو يجيبك في شوت، لانها هتبقى بايخه الصراحه ومش لايقه، ولا حتى الفوتوغرافر المفروض يبان، لانك انت المفروض عباره الفيديو الويدنج ده نفسه انك انت بتوصل لحظات، بتوصل احساس كويس، فما ينفعش تفصل اللي بيتفرج بحاجه مش طبيعيه. بالنسبه للقاعه، تاني مره انك انت اللي هو دلوقتي في القاعه، قلنا هناخد الجزء اللي هو مع بدايه نزول العريس والعروسه من فوق، او والدها بيسلمها ليه او كده، وتأكيدا برضو على الحتة اللي ما ينفعش لا انت ولا شخص تاني من الناس اللي بتصور يظهروا في الفيديو عامة. من بعد ده بتبدأ بقى برضو بتعمل زي ما عملت في النص، بتاخد شوتات فاضية مثلا للكراسي الشكل كده وانت بالنهار، بتيجي بالليل بقى مع الفرح، يعني بتعمل نفسك زي تسلسل كده وانت ماشي على نفس التايم لاين، تمام؟ بتيجي بتاخد بتصور، قلنا زي قلنا بتصور المكان، بعد كده بتيجي بتصور كل الحاجات اللي موجوده، بعدها بينزل عليك الحته اللي هي بتاعت الزفه داخلين على القاعه،
بتصور انت كل ده، بعد كده بقى بتبدا بقى الرقص بقى وكل ده، بتاخد لحظات الناس بترقص، طفل صغير بيرقص، حد بيغني مثلا بتاخد له شوت وهكذا. بتحاول تنوع في كل اللي موجود عندك بحيث انك انت يطلع عندك فيديو سينمائي في الاخر كله مترتب تمام التمام. وانا ما بتكلمش عن التصوير خالص، انا بتكلم عن انك انت ازاي تصور، مش بتكلم عن اعدادات كاميرا او على مود او حاجه. بس يعني لو هنتكلم عن المود او كده، المود ذات نفسه بتاع الودنج بيبقى رايح للورم، الحياه الاورنج كده اللي هي الصفره كده، ده الجو بتاع عامه بتاع فيديوهات الودنج. لان انت مش رايح تصور كليب، مش رايح تصور فيلم، مش رايح تصور دوكيومنتري. هو الدوكيومنتري بياخد نفس الجو الورم في الالوان، بس الودنج برضو رايح نفس السكه، تبقى الوان كده فاهم متفائله، غير مثلا الجو الكولد او كده اللي هو بيبقى حاجه غشيمه كده والجو بتاعها ما يليقش خالص ان هو يتصور فيه. انا ممكن اكون ما اديتش الموضوع الصوره الكامله او كان في غلطات في كلامي كتير، بس يعني هيكون في فيديو تاني اشرح فيه الموضوع بطريقه مفصله اكتر. وبس يعني اعمل لايك للفيديو واشترك للقناه لو مش عامل. كان معاكم علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.